السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan pertama, Surah Ali Imran ayat 161, juzuk yang keempat, muka surat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والآن كم لنتسكن مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بالعباد. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حسبك. Soalan yang kedua, Surah Al-Anfal ayat 7 juzuk yang ke-9 muka surat 177. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أولانكم لأنتسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مودفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. حسبك. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum. Bermula ayat Suratul Maidah ayat 106 juzuk yang ketujuh muka surat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.